متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه غادي نناقشوا المشروع تاع برنامج هي المحطه الطرقيه بمدينه الدار البيضاء، حيث كاين واحد المشروع باش يعني اعاده تهيئه هذه المحطه المثيره للجدل منذ سنوات، يعني منذ اول يوم من احداث المحطه، والجدل مستمر حولها. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي يونس بولاق، رئيس الجامعه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه للنقل الطرقي. السي بولاق مرحبا بك. شكرا سي احمد، ونتمنى باش نكون عند حسن ظن المشاهدين الكرام. الجامعه ديالكم دارت مجموعه من اللقاءات اللي هي ماراثونيه في اوت، وتلاقيتوا مع السلطات المحليه مع مهندسين من اجل يعني مناقشه هذا البرنامج او المشروع تاع اعاده تاهيل المحطه الطرقيه. شنو اهم المخرجات تاع هذه اللقاءات هذه؟ الخلاصات اللي خرج بهذه اللقاءات هما بالفعل كانت واحد اللقاءات في شهر اوت ماراثونيه، وما كانوا لقاءين، الاول مع السيد عامل عماله الفيده بالمقر ديال العماله، وبحضور الناس ديال الامن، الناس المختصه، وكذا المهندسين اللي غيسهروا على اعاده تاهيل المحطه الطرقيه ولا الزيان. ووضعنا عده نقاط اللي طلبناها من السيد العامل ولا من الاخوه المهندسين باش تعاود التاهيل ديالها والطريقه، لان حرصنا باش الحافلات تبقى في المحطه الطرقيه اثناء اعاده التاهيل ديال المحطه باش ما تخرجش الأزقة والشوارع. وفعلا هذا اتفقنا عليه، واتفقنا كذلك على واحد الشطر اللي هو خارج المحطة باش يصبح داخل المحطة باش يكون واحد هذا، وكذلك غادي توسيع المحطة، من أجل توسيع المحطة. وكذلك غتكون واحد المسألة اللي هي مهمة، هي غادي يكونوا دي كونتينر خاصين بالمراقبة الطرقية بالأمن الوطني، وكذلك بالشبابيك اللي غتقوم بهذه العملية ديال التذاكر. كذلك بالنسبة للستاسيون اللي كاين داخل المحطة اللي هو غير قانوني، فأصرينا على هذه المسألة ديال باش يتم الإزالة تاعو، وهذا كان باتفاق وبالتراضي ديال جميع المكونات وعلى رأسهم السيد العامل اللي تاهو عطانا الموافقة الأولية. ومن ناقشنا جميع هاد النقاط وعرفنا الطريقة ديال الاشتغال، تم دعوتنا من طرف السيد والي جهة الدار البيضاء السطات، وبحضور كذلك السيد العامل ديال الفيدا، من أجل وضع النقاط الأخيرة والموافقة عليها. فعلا كان هذا الاجتماع بحضور المهندسين اللي غيسهروا على إعادة تأهيل المحطة، والسيد الوالي خذا النقاط اللي وضعنا بعين الاعتبار وركز عليها، وناقشنا هذا الموضوع هذا، وتم الاتفاق بالإجماع باش جميع المتطلبات ديال المهنيين ان شاء الله اتخذت بعين الاعتبار. شحال تقريبا المبلغ المرصود لهذه العمليات؟ هو المبلغ هو 8 مليار سنتيم، وهذا ما اكد لنا خلال الاجتماع من طرف السيد الوالي. لان شكون الجهه اللي غدير التنفيذ تاع المشروع؟ كاين وزاره الداخليه، كاين الجامعه المحليه، وكاين كازا ايفنت، هذو ثلاثه شركة، ثلاثه ديال اللي غيسهروا على البناء ديالها بطريقه مشتركه. شحال تاع الحافله اللي كاين تقريبا تيدخل الان؟ تقريبا كتدخل تقريبا بين 3600 حافله، بين الحافلات العابره والمنطلقه. وتقريبا متى يبدا المشروع؟ المشروع الان هو في غتوضع من طرف الساده المهندسين ديال الجامعه الحضاريه واحد دفتر التحملات من اجل ايجاد مقاول في المستوى، هذا ما الح عليه السيد الوالي شخصيا، يلح على ان خصو يكون واحد المقاول في المستوى قادر قادر باش يدير واحد البنايه اللي هي تكون في مستوى كبير، واللي تعود على الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء بواحد التاهيل اللي غيكون في المستوى. ومن بعد هاد المسألة غادي تاخذ واحد الشهر ديال من أجل يكون واحد من سوف يقوم ببناء المحطة من بعد وضع دفتر التحملات، وتقريبا غادي تبدا العملية ديال البناء ديال المحطة وإعادتها في شهر في أواخر شهر 10 أو بداية شهر 11. واش المشروع غادي يعني المحطة الطرقية غتتم إعادة البناء ديالها كليا ولا غير إعادة التأهيل ديال المحطة؟ لا، واش غيتم هدم المحطة كليا وبناء محطة جديدة ولا كيفاش التصور؟ هو تقريبا بين اثنين منزلتين، لأن تقريبا المحلات اللي كاينة الفوق ديال بعض المكاتب سيفا
يتم إزالتها بصفة نهائية. المقاهي اللي كاينة سوف يتم إزالتها بصفة نهائية، كذلك المحلات اللي كاينة في السوسول سوف يتم إزالتها بصفة نهائية وإعادة بناء. إذا أنا إحنا أمام محطة جديدة، بناء محطة جديدة، بناء محطة جديدة بمعايير دولية. كما كتعرفوا راه 8 مليار سنتيم راه لا غير غير هذا المشروع جا في واحد الاطار تاع واحد الحديث اللي كان مؤخرا راج حول ان الدار البيضاء تعتزم احداث مجموعه من المحطات الطرقيه في مجموعه من المناطق خاصه على مستوى المداخل ديال وربطها بشبكه الترامواي. هذا المشروع كان تم الحديث عليه، واش تم يعني ارجاءات المشروع هذا ولا شو؟ لا راه كما سبق لي في هذا الاستوديو معك سيدي احمد واكدت لك بان سوف يتم إعادة تأهيل المحطة، ليس هناك محطة جديدة. لماذا؟ لأن المحطة الطرقية راهي جد قريبة من طريق السيار وفيها جميع المواصفات فين تكون محطة طرقية بمدينة الدار البيضاء. يعني المشكل ماشي في الموقع ديالها؟ لا المشكل ليس في الموقع. دابا الآن حتى البنايات اللي غتكون مجاورة بجانب المحطة راه كاين واحد لاصال ديال ان بيسين، كاين ملاعب القرب، كاين مسائل اللي غادي تكمن داك المنظر ديال المحطة الطرقية مستقبلا اللي غتعطيها واحد الإشعاع وواحد الجمالية. وبالنسبة للإعادة ديالها داخليا فهي غتعود بطريقة جد مهمة، لأن راه واحد المداخل زجاجية من النوع الرفيع بالنسبة لدوك الوساطة اللي غيتم حذفهم، غتولي تذاكر بطريقة إلكترونية، مسائل اللي هي في المستوى الحمد لله وكنتفائلوا فيها خير. غير على مستوى الإشكال اللي كان مطروح في محطة ولد زيان، ماشي يعني البناية ولا هذا، ولكن على مستوى التدبير تاع المحطة هذه كان الإشكال في تدبير المحطة، واش تم مناقشة القضية؟ أكيد يعني الجهة التي ستدبر هذه المحطة بعد إعادة تأهيلها، لأن غتولي كازا إيفنت هي اللي غتسهر على التدبير ديالها بمكاتب خاصة إلكترونية اللي ما غادي يبقاش الناقلين أو المتدخلين في القطاع هما اللي غيقوموا بهذه العملية. غتولي كازا إيفنت بحال ملي كتمشي لاكار ديال لو تران. واش نقول كازا ايفنت مؤهلات دير هذه العمليه هذه؟ اكيد، لان اعتقد عندها تجربه في هذه المساله، هذه ماشي اول مره غتقوم بها، دونك هي مؤهله لان هنا عمليه تدبير الكتروني حديث. فعلا راه المشكل غادي يكون عند المهنيين كيفاش غيتقبلوا هذا الجديد ديال هذه الطريقه الاشتغال. المهنيين تم التشاور معهم في هذه القضيه ولا انتم اللقاء كان معكم غير؟ لا بحضور جميع الهيئات الممثله للقطاع بمدينه الدار البيضاء وتم التوافق على جميع النقاط. وهنا حالا دابا فاش غيجيو هاد لي كونتينر وهاد الطريقه ديال لي بيي غتكون الكترونيا. يعني ما يبقاوش الوسطاء؟ لا ما يبقاوش الوسطاء، ما يبقاوش الحافلات توقفوا خارج المحطة وبجنباتها. يعني غتكون واحد المسألة اللي هي جد مهمة للبيضاويين ولا المحطة الطرقية ولا الزيان، اللي هذاك أعتقد جميع المسافرين للمغاربة هذا هو الطلب ديالهم من أجل تأهيل هذه المحطة هذه. هضرت على قضية الحافلات اللي خارج المحطة، الدار البيضاء تعرف هذه المشكلة هذا وليتي تساهم شوية تاو تساهم في الاكتضاض وتساهم، يعني شنو الخطوات اللي باش نتجاوزوا هاد المشكل هذا؟ واش نتسناو إعادة المحطة من جديد، إعادة بناء المحطة من جديد ولا شنو؟ لا هو صراحة خصنا نعاودوا إعادة المحطة، لأن كما ناقشناها غيولي كل شيء إلكتروني. حتى الحافلة غتولي تدخل في الساعة ديالها غدوز في واحد الباساج اللي هو إلكتروني، غتعرف بأن غدير الساعة ديالها المحطة الحافلة اللي غتكون خارج ما غتبقاش عندنا شي حاجه سميتها حافله خارج المحطه. ولكن كاين اللي غيهربوا من هذا النظام، كاين الناس اللي ضد اكيد النظام غادي يخرجوا للعشوائيه في الشوارع في لا احنا غادي نناقشوا، مازال عندنا نقاش في الموضوع مع السيد والي الجهه اللي طلبنا منه باش يكون واحد القرار ولائي يمنع الحافلات بالوقوف خارج المحطه. واي حافله وقفت خارج المحطه كتوضع في مستودع ديال الفوغيير. كاينش هذا القرار حاليا؟ لا حاليا غير موجود. غير موجود، توضع في الفوغيير وتخلص واحد الغرامه ماليه. وهنا يمكن غادي بهذه الطريقه، وحنا كنتمناو ما تكونش هذه الطريقه، حنا بغينا كل شيء الكتروني. الحافله اللي عندها الساعه ديالها كتمر من واحد لو باساج، عندها واحد لاكارت ديالها اللي كديرها في الكترونيا، كتحل الباب راه الساعه ديالها كتدخل كتقوم بحمل الركاب ومن بعد كتغادر. يعني سواء كانت الحافله عامره سواء كانت ماشي كيفما كان حالها. هذا هو النقل، خصنا نعرفوا هذه المساله وناكدوا عليها.
نقل طرق المسافرين يعتمد على احترام الساعة والوقت ديال الوصول. الا ما احترمناش هذه المعايير لا داعي لاعاده تاهيل هذه المحطه، نبقاو كما كنا بحال بحال الطائرات وكذا، بحال الطائرات بحال السكك الحديديه بحال بعض الشركات اللي هي منظمه، فهي ما كتحتاجش باش انا نديباسي الساعه ديالي باش نعمر الكار. لا، عندي عشرات ديال المسافرين غادي نطالق بهم، عندي 20 غنطالق بهم، ومع المده منين المسافر غيشوف احترام الوقت والنظام والوصول في الوقت المحدد راه اوتوماتيكيا غيبدا يلتاج الحافله. درجه الثقه، الثقه اللي ما بقاش حاليا في لا ما بقاش في الحافلات، لا ما بقاش صراحه. وهذا هو الاهم في اعاده تاهيل المحطه الطرقيه ولا الزيان، هو اعاده قطاع النقل الى مساره الصحيح وسكته الصحيح، والنقل جميعا النقل بصفه عامه كما سبق لي وقلت، فهي كتبنى على احترام نقطه ساعه الانطلاق عفوا وساعه الوصول. والمواطن اشنو الرباح اللي عنده؟ هو يركب في الوقت اللي قطع فيه، قطع مع العشرة خصو يركب مع العشرة يخرج، وغادي يوصل مثلا مع الحداش، لان يعني هو المواطن علاش مسافر؟ عنده التزامات، عنده عده مسائل خصو يوصل في الوقت. ما تخافوش من وسائل النقل الجديده بحال التطبيقات الذكيه وكذا ما تتشكش؟ لا شوف، لا لا هي حاليا علاش؟ حيت حنا الناس اللي كيلتاجئوا او المسافر اللي كيلتاجئ الحافله هو خاص بالحافله، اولا ثمن مناسب، ثانيا اذا كانوا عنده الاطفال ولي باجاج ديالو هو مضطر باش يمشي للحافله. دونك ما كنلقاوش هنا واحد المنافسه اللي غتاثر على القطاع، هذا يكون اكيد من سي احمد. حنا التخوف اللي عندنا هو عند انطلاقه المحطه الطرقيه، هنا خصو يكون واحد العمل جاد ديال واحد المده ديال شهر او شهرين ديال التتبع من طرف جميع المكونات اللي داخله في هذا القطاع هذا. لا لا نفس الكلام، لا بقيتي عاقل السي بولاخ الان تتقول لينا وتتقول المتتبع الف اسبريس، هو اللي تقال اثناء احداث هذه المحطه الطرقيه تقال بان غتتم بمواصفات دوليه بان يكون فيها النظام، ولكن غير بعد واحد شهر ولا شهرين يعني تحولت الى بؤره للفوضى والمشاكل. اكيد لا، ولكن هناك فرق دابا. شنو الفرق؟ هو البي ولا الكترون الكترونيا ما بقاش الكور، يعني ما نمشيش انا للمحطه ولا ما غاديش نمشي انايا عند كورتي غيعطيني ورقه ونطلع هنا اون فاي فيت الكورتي، دونك هذه نتيجه حسنه. غادي نمشي قطع الكترونيا، نقدر نقطع غير في الساكه، نقدر نقطع غير في كاين عده اليات بلا ما نجي للمحطه. ولكن لي كيشي غيكونوا تما ولا ما لي كيشي الكترونيا غتكلف بهم الشركه اللي غتصار على التنظيم، ما يتكلفش بها المهني، لان المهني ملي كيتكلف هنا فين كتكون الفوضى، لانه كيجيب لي كورتي ديالو، خصو يعمر الكار ديالو، واحد كيقطع في البيرو، ثلاثه خارجين كيقطعوا ليه برا، اكسيتيرا. هذه المساله حنا تفاديناها بعد اعاده تاهيل المحطه، 100% تفادينا هذه المساله اللي غتعود بالنفع. النظام خص السهر والتتبع، كما قلت هي المحطه حلت في سنه 1999 كانت محطة في المستوى الكبير وكذا وكذا. من ضمن النقاط اللي اثرت عليها هي المسألة ديال البيي الكترونيك ما كانتش. التسير الالكتروني لم يكن اليوم، هذه تفادينا. ثانيا ما كانش التتبع. الاستمرارية، هذه الاستمرارية راه جد مهمة في أي مشروع كيتم البداية ديالو. ماشي غير شهر شهرين صافي هو مزيان غيبقى غادي بوحديته، راه ما يمكنش. ضروري كتم مراقبة وتتبع. الدائم. الدائم. لان هذا راه مشروع ماشي ساهل، هذه راه محطه طرقيه في مرتبه مطار او كذا. هنا خصنا نكونوا عمليين ونكونوا ماشي غير نكونوا نبنيو من اجل نبنيو من بعد ديك البنايه تخرب، لان هذه راه فلوس ديال الدوله وفلوس كثيره. يعني ما يكونش الهدف غير اعاده البناء تاع المحطه، ولكن كما قلنا هو التدبير ديال المحطه اليومي. التدبير ديال المحطه اليومي والحفاظ، غتولي مقاهي في المستوى، قاعة الانتظار غتولي في المستوى، يعني صراحة غادي يعجبكم داك الشيء بزاف اسيدي احمد. امتى غيسالي المشروع؟ المشروع يبدا في نوفمبر، امتى غيسالي؟ السيد الوالي عطاهم 10 اشهر ويؤكدوا عليها. يعني نهاية 25 نهاية 25 قال لهم بغي المشروع يكون، والسادة المهندسين أكدوا على ذلك وعطاو بإمكان المشروع عطاو الأوكي ديالهم. اكزاكتومون عطاو الأوكي ديالهم، يعني قبل من كأس أفريقيا اللي غيتنظف المغرب غيكون محطة جديدة. أكيد هذا يؤكدوا عليه من طرف السيد الوالي، لأنه يلح وكيلح ثاني على من سوف يقوم ببنائها، هو ذاك لونتربرونور يكون في المستوى العالي. والحمد لله كما لاحظنا المهندسين اللي كانوا مهندسين شباب وليدات اليوم في المستوى العالي،
يعني ترتاحوا لهم النفس والطريقة كيفاش كيتكلموا هذا. وسوف يتم المحطة بجانباتها حتى هي سوف تؤهل دوك المحلات اللي كاينين وراء المحطة سوف إعادة تأهيلهم في واحد المستوى عالي باش يعطي واحد لونتوراج ديال المحطة كامل يعطي واحد المنظر اللي هو يليق بالمحطة الطرقية. شكرا سي يونس ملاقة على كل التوضيحات هذه، متتبعي قناة أنفاس بريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.